احتفاظنا اليوم بالمجتمع المدني المغربي تعبير عن شكر وامتنان عميقين لمجهودات هذا النسيج المجتمعي الذي حظي بتقدير عظيم وإشادة مولوية سامية في مناسبات عديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يونس برزاق ممثل جمعية بسم الله الخيرية، هي جمعية وطنية بمدينة طنجة، عندها مجموعة من المبادرات في المجال الخيري والمجال الإنساني على الصعيد المحلي وكذلك على الصعيد الوطني، ومن بين المبادرات ديالها هو بناء مراكز، يعني مراكز متعددة التخصصات، اللي الهدف ديالها هو تقديم دروس محاربة الأمية لفائدة النساء والرجال المناطق اللي كيستهدفوهم، وكذلك تقديم دروس دعم لفائدة الأطفال من أجل التشجيع ديالهم على التمدرس، وكذلك يعني من أجل محاربة الهدر المدرسي. حتى يعني دروس في المعلوميات. شنو كتبني على جائزة؟ بالنسبة صراحة جد يعني فرحين وفخورين يعني بهذا التتويج هذا للحصول يعني على المرتبة الأولى في جائزة المجتمع المدني اللي هو تتويج كبير بالنسبة لنا حنايا، وكان بين الأهداف ديالنا طريقة الاشتغال ديالنا في الجمعية، وكذلك يعني بحجم الفرح ديالنا نقدر يعني حجم المسؤولية اللي على العاتق ديالنا باش إن شاء الله نزيدوا الوطن ديالنا لقدام، وكذلك نزيدوا نشتغلوا على مبادرات أخرى في مجال العمل الخيري والإنساني. محمد الخطابي رئيس جمعية أطلس أزوان. جمعية أطلس أزوان أولا تأسست في السنة 2009، والجمعية اشتغلت بزاف ديال المشاريع. المشاريع اللي اشتغلت عليهم اولا كاين لونطولوجيا ديال العطاء، وكاين لونطولوجيا ديال الروايس، وكاين واحد العدد ديال اللقاءات والدورات التكوينيه اللي دارتهم بالشراكه واحد العدد ديال المنظمات، من بين المشاريع الكبرى اللي كديهم ايضا اللي كتشارك فيهم الجمعيه هو منتدى بيزافور ميوزيك اللي كيتنظم في الرباط. يعني الجمعيه عندها مشاريع كبرى اللي كتنظمهم ايضا في جهه تسمسا، وايضا على المستوى الدولي كتشتغل الجمعيه واحد المجموعه من اللقاءات مع المنظمات اخرين. طبعا كنشكر الوزاره على هذه الجائزه، وكنشكر اللجان اللي شرفوا على اختيار الجمعيه باش تتوج بهذه الجائزه. هذه الجائزه كتعطينا واحد الثقه باش الجمعيه تشتغل تعطي اكثر من هذا الشيء اللي عطات في المجال الثقافي والمجال الفني والمجال الاجتماعي، وايضا في مجال تكوين الشباب والشابات. سعيد سملالي رئيس جمعية إيغيل لتنمية الساكنة الجبلية الفائزة بالمرتبة الثانية لجائزة المجتمع المدني. شاركنا بتطبيق خرائطي سميناه هادر ماب، يعني لابليكاسيون كارتوغرافيك كتبين هي آلية لتتبع ورصد التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي في إقليم تنغير. هذا التطبيق يمكن الفاعلين الترابيين وجميع المتدخلين في الشأن التربوي بتحديد الاسباب على حسب المناطق وعلى حسب يعني فين كاين الاسباب الطاغيه في المنطقه على حسب المنطقه، بحكم ان ظاهره الهدر المدرسي هي ظاهره متشعبه تتطلب تدخل وتضافر الجهود من جميع الفاعلين. يعني هذا التطبيق كيسهل لنا، كيعطينا معلومات، كيعطينا خرائط كتسهل باش تنسيق مع جميع الفاعلين باش يوجدوا حلول لمحاربه هذه الظاهره على المستوى الترابي المعين.